الآن مشاهدينا نبدأ جولة في بلاط صاحبة الجلالة، بنستعرض أهم العناوين والمنشطات الصحفية الصادرة في صحف القاهرة صباح اليوم. نبدأ من جريدة الأهرام والمنشط الرئيسي: تطوير خدمة الكهرباء والأولوية لسيناء والصعيد. الرئيس: الإسراع في تطبيق برنامج القراءات الموحد ومشروعات الربط مع دول الجوار. تفاصيل الخبر بتقول: شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج القراءات الموحد على استخدامات التيار الكهربائي لتحقيق جدارة التحصيل لمصلحة الكفاءة المالية لوزارة الكهرباء ودعم جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بإلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في منطقتي سيناء وجنوب الوادي، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون ذي أهمية قصوى لتنفيذ المشروعات الهادفة نحو تلبية الاحتياجات التنموية. طيب، لسه معاكم في جولتنا الصحفية، ونروح لجريدة الأخبار. ووزارة الصحة تعلن عن 3 مراحل للعودة للحياة الطبيعية: خريطة للتعايش مع كورونا وغلق 5 جهات حتى انتهاء الفيروس، إجراءات وقائية لكل فئات المجتمع، والتطبيق لهذه الخطة مستمر حتى اختفاء الفيروس. 3 مراحل للعودة للحياة الطبيعية والوقاية تشمل كل الأنشطة. المرحلة الأولى إجراءات مشددة لأسبوعين، المرحلة الثانية تستمر 28 يوم، والمرحلة الثالثة منع التزاحم. الحقيقة هذه الخطة زي ما بتقول تفاصيل الخبر هيتم تنفيذها عقب عيد الفطر. والوزارة أكدت أن المحاور الرئيسية للخطة بتشمل تحديد اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، واستمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من الزحام، والحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ونشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة والأنشطة الذكية لتفادي التجمعات، وتشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة. هذه الخطة بتأتي بعد توجه في كثير من دول العالم بتخفيف إجراءات وقيود الحظر بسبب وباء كورونا، لما له من تداعيات اقتصادية مدمرة للاقتصاد ولقطاعات الإنتاج المختلفة. نروح للجمهورية: لا أعباء جديدة على المواطنين. المركزي: 700 شركة عادت للحياة وقروض مخفضة للصناعة والمقاولات المالية، تلبية الاحتياجات العاجلة للصحة والحماية الاجتماعية والقطاعات المتضررة. معيط: حققنا الاستقرار الاقتصادي ونعمل على تجنب الصدمات. طيب، من جريدة الأهرام: زكي يتفقد الغواصة S-43 ويدشن فرقات محلية الصنع. وتفاصيل الخبر بتقول أنه اللواء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشاد بالجهود اللي بيبذلها رجال القوات البحرية لحماية المياه الإقليمية والثروات الاقتصادية المصرية، وأثنى على الجهود اللي بذلها طاقم الغواصة S-43 لألمانية الصنع التي انضمت مؤخرا للبحرية المصرية لتنفيذ مهمة تسلم الغواصة وإنهاء كل مراحل التدريب والاختبار في توقيت مبكر رغم ظروف انتشار فيروس كورونا عالميا. ده جه خلال زيارة الفريق أول محمد زكي لقيادة القوات البحرية برأس التين، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. معانا على التليفون سيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء، تعليق حضرتك إيه على هذا الخبر من وجهة نظر العسكرية؟ صباح الخير. طبعا زيارة السيد القائد العام للقوات المسلحة للقوات البحرية، احنا من ايام كنا بنحتفل بانضمام الغواصة S-43 بعد وصولها من المانيا وانضمامها للقوات البحرية. ايضا هناك بعد طبعا القائد العام راح يتفقد هذه الغواصة بعد انضمامها، وايضا الفرقات الجديدة اللي هي الرابع فرقاطة من طراز جو ويند اللي تم تجميعها وتصنيعها عندنا في الترسانة البحرية المصرية، دي إضافة جديدة لقدرتنا البحرية اللي بتمثل القوة الضربة أو الدرع والسيف بتاعنا في مياهنا الاقتصادية وفي مجالنا الحيوي اللي بنحمي مصالحنا كاملة فيه،
وبالتالي هذه الإضافة لقدراتنا البحرية هي إضافة للقدرة العسكرية المصرية بالكامل، تكون قادرة دائما حماية أمننا القومي المصري، حماية مصالحنا الحيوية في أي مجال سواء كان داخل حدودنا أو خارج حدودنا. ده اللي بتعمله القيادة العامة باستمرار، هو دعم لقدرات الدولة، دعم لأمننا القومي المصري والعربي. بدون هذه القوة اللي بتحمي مصالحنا وبتحمي أمننا لن نستطيع أن نستكمل قدرات التنمية اللي احنا مستمرين فيها. واحنا شايفين الدول اللي حوالينا، كل دولة في أطماع في الدول التي يعني ليس لها مثل هذه القدرة القتالية. وبالتالي نقول زيارة السيد قائد العام قوات المسلحة المسلحة البحرية هي رسالة طمأنة للشعب المصري كله، رسالة لكل من يفكر في تهديد مصالحنا أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي العربي والمصري. تمام، شكرا لحضرتك سيادة اللواء ناصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. نرجع تاني لجريدة الأهرام، تحديد موعد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة قبل العيد. وتفاصيل الخبر بتقول انتهى أمس صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 شهور للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة لهذه الفئة المضارة من تداعيات فيروس كورونا. ومن جريدة الجمهورية، اليوم عودة السياحة الداخلية وتفاؤل بالدولية قريبا، 172 فندق تقدم لإعادة التشغيل ولجان الفحص تبدأ التفتيش. تفاصيل بتقول تبدأ اليوم رسميا عودة حركة السياحة الداخلية وفقا للضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء والتي سمحت بعودة تشغيل الفنادق في المدن السياحية بنسب امتلاء تصل إلى 25%، على أن ترتفع نسب الامتلاء المسموح بها إلى 50% مع بداية شهر يونيو القادم في حال التزام الفنادق بالضوابط والاشتراطات الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقا لقواعد وشروط منظمة الصحة العالمية. طيب، معانا على التليفون دكتور حازم عطية الله رئيس المجلس المصري للشؤون السياحية. تعليق حضرتك يا فندم على عودة السياحة الداخلية ومدى التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الضوابط المعلنة عنها. صباح الخير طبعا لحضرتك وطبعا للمشاهدين. طبعا هو الخبر ده اللي كان مجلس الوزراء اعتمد التاريخ من حيث المبدأ انه ده تاريخ يمكن عوده السياحه الداخليه. وبالطبع دكتور خالد كان امبارح اول امبارح في بعض الفنادق عشان يشوف مدى يعني مش الالتزام، ماشيين في تطبيق القواعد والشروط اللي وضعتها مجلس الوزراء وبعد كده اعتمدها زي ما حضرتك تفضلت وزاره الصحه، وكلها مرتبطه بطبعا منظمه الصحه العالميه. ولكن هنا طبعا حضرتك يعني لسه الفنادق، يعني حتى معنا بعض الاخبار بتقول ان في فنادق تقدمت بطلب، هم تقدموا بطلب لجان تشوف اذا مدى. انا عايز بس انوه هنا حاجه مهمه جدا، ان الرئيس طبعا قال صحه المواطن مهمه جدا قبل كل شيء، وده انا معلش مع احترامي الشديد المشكله نتمنى تعود السياحه، ولكن الشقين المهمين فيهم صحة المواطن. ثم حضرتك والجميع اتفقوا معي انه بروفة للسياحة الدولية بعد كده، بمعنى الله لا يقدر لما تحصل وتظهر اي حالة في شرم الشيخ او الغردقة، من ناحية السمعة الخارجية لينا هتكون طبعا هي ليها مردود فعل سيء. فنتمنى انه بس هذه الضوابط تنفذ بحذافيرها، ان شاء الله يفتح فندق واحد بس يكون على المستوى يعني، وبالتالي يبقى فيه ثقه في السياحه المصريه. ولما نبدا وده اللي يهمنا قوي التسويق السياحه الدوليه نكون بثقه، لان طبعا حضرتك عارف دول كثيره سياحيه يعني عايزه ترجع للسوق السياحي الدولي، وكل واحده عايزه تاخد نصيب كبير من حركه السياحيه الدوليه، وبالتالي
يهمنا جدا صحة المواطن وفي نفس الوقت الدعاية بتاعتنا اللي بره لا ينتهزها بعض يعني المغرضين في التسويق سلبا لسياحتنا الخارجية. فده بس اللي انا احب اقوله، هو التاريخ النهارده حضرتك فعلا اللي اقره المجلس، انما لغايه دلوقتي لم يتم الموافقه على فتح الفندق بناء على الضوابط والشروط الاحترازيه اللي حطتها الجهات المعنيه كلها. ده يعني مضمون الخبر. نتمنى طبعا عوده السياحه، ولكن بحذر شويه عشان ممكن نتساهل النهارده وبكره نجد الصحافه العالميه بدات تكتب انه ظهرت حاله في شرم الشيخ. يوم ما يتقال كلمه دي حضرتك عارف معناها من ناحيه صناعه السياحه هتكون ضربه قاسمه للسياحه في شرم الشيخ، واحنا لا نتمنى هذا ان شاء الله. طبعا نتمنى ان ده ما يحصلش يعني ان شاء الله، وان الامور تسير بشكل جيد باذن الله. شكرا دكتور حازم عطية رئيس المجلس المصري للشؤون السياحية. آخر خبر معانا في جولتنا الصحفية، المركزي بيبقي على أسعار العائد دون تغيير. تفاصيل الخبر بتقول أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، سعر العملية الرئيسية عند 9.25% و10 و25% و9 و75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 9.75%. ده كان آخر خبر معانا في جولتنا الصحفية، وطبعا لسه مستمرين معاكم في فقراتنا في هذا الصباح.